شرطي جات له رسالة مخيفة في الطيارة، ابعت لي الحساب ده 1.5 مليون وإلا كل 20 دقيقة هقتل راكب. الشرطي افتكر إن واحد صاحبه بيعمل فيه مقلب، فقال لي صاحبه أنت إزاي تهزر هزار زي ده؟ الراجل مش فاهم حاجة ومش عارف هو بيقول إيه. ساعتها الشرطي فهم إنهم اتخطفوا فعلا، فقال لرئيس الطيارة على هويته وقال للكابتن يتواصل مع المطار ويسألهم عن صاحب الحساب ده في البنك. وفي نفس الوقت الشرطي فكر في فكرة حلوة، بعت رسالة للرقم وخلى البنات اللي معاه يبصوا في الكاميرا، اللي هيلعب بالتليفون هيكون المجرم، وطلعوا اسامي الركاب اللي شكوا فيهم. لما كان الشرطي بيسالهم جاله رساله صدمته جدا، قال له انت فاكر بنتك ماتت ازاي؟ الشرطي اتعصب جدا، الناس اللي تعرف عمو بنته قليله جدا. راح بس في كاميرات المراقبه لقى واحد من اصحابه واخد تليفونه وبيجري على الحمام. الشرطي دخل عليه الحمام بعصبيه ولسه ما اتكلمش، فاعترف له وقال له بعد ما نخلص نقسم انا وانت. الشرطي ما وافقش وبداوا يضربوا ببعض وهم بيتخانقوا الراجل لقى مسدس على الارض، لكن قبل ما يضرب نار رقبته اتكسرت من الشرطي، وعلشان ما يوترش الناس فقفل على الجثه في الحمام. والشرطي مفكر ان الموضوع خلص وراح قعد في كرسي وما تخيلش ان جات له رساله تهديد تاني، والمهدد عارف كل حاجه عملها الشرطي وبكده عرف انه اتخدع، ومن غير ما يعرف ساعد القاتل في قتل واحد. فراح الشرطي بسرعه للكابتن عايز يعرف اخبار هويه الحساب. الكابتن قال له يطلع سلاحه والشاره بتاعته كشرطي، لانه رأى ان رقم الحساب ده يبقى باسمه هو. فكروا ان ده مقلب الشرطي بيعمله مع نفسه، ودلوقتي ال 20 دقيقه عدوا ومحدش مات. الشرطي مكسوف يقول على موت صاحبه، فطلع مسدسه وشرطه، لكن هو ما استسلمش للتحقيق. مش فاهم ليه صاحبه اعترف ان هو اللي عمل كده، الاحتمال الوحيد انه تهدد من القاتل. وفعلا الشرطه فتحت تليفون صاحبه في الرسائل، لقوا ان صاحبه كان بيهرب مخدرات والخطف مبني على كده. الشرطي مصدوم جدا. في الوقت ده البنت دي شافت الجثه في الحمام، خافت جدا. الشرطي قال لها اللي حصل كله وخلاها تثق فيه وتحقق معاه في الحقيقه. المره دي فاضل 13 دقيقه اللي جاي يموت، حصل خطف في الطياره وبيهددوهم بقتل راكب كل 20 دقيقه، والشرطي لازم خلال الوقت المحدد يلاقي الراكب الخاطف من الطياره. الشرطي قال لهم الطياره هتتعرض لتفتيش عشوائي، كل الركاب لازم يمد ايديهم ويستنوا التفتيش. والشرطي كمان بدا وبسرعه مسك واحد افريقي لابس نظاره وخلاه يطلع تليفونه، ما تخيلش ان الافريقي مش راضي يسمع كلامه وكمان بيتكلم وحش، فاستخدم معاه العنف. طلع انه بس منحرف ومصور بنات. وبعدها شاف واحد ابيض تاني لابس نظاره، الشرطي حس انه شافه قبل كده. قبل ما يركبوا الطياره سلموا على بعض كمان وقال له عايز اروح امستردام ولكن برحله رايحه لبريطانيا. ما استناش الراجل يبرر قام واخده للحمام بعنف يفتشه وقال له انت ليه بتكذب؟ قال له قبل ما اركب فيه ولا ابعت لي 100 دولار وخلاه يعمل كده. اخده للمقصوره يقول له مين، لكنه عمال يبص ومش لاقيه، وبص لقى ال 20 دقيقه خلصوا فلف ايده باللزق علشان ما ياذيش حد تاني. وبعدها اخد المسدس وراقب كويس جدا كل الناس، وفي الوقت ده جت له رساله مكتوب فيها مش لازم يكون هدف حد من الركاب، وكده فهم ان الكابتن في خطر. لكن الوقت اتاخر جدا، راح الشرطي المكان القياده. في الوقت ده كان الكابتن بيلتقط انفاسه الاخيره، وفي الوقت ده ال 20 دقيقه الجداد. الشرطي اتعصب جدا، مين اللي يقدر يعمل كده في طياره صغيره؟ اما نائب الطياره او البنت اللي معاه، بس الشرطي ما كانش شاكك فيهم. الشرطي قال لنائب الطياره يقفل الباب كويس ويسوق وما يطلعش خالص، عايز يكمل بحثه. وهو بيدور لقى مبرمج بيفهم في التليفون قوي، فقال له يبعت للرقم ده صوره فيها فيروسات، بعد ما المشتبه تجي له رساله تليفونه هيرن. الشرطي دخل عند الركاب، المره دي محتومه معاه، خلى كل الناس ترفع ايديها وبعت الرساله. وبعد لحظه رنت التليفون جت من جيب واحد عجوز. الشرطي طلع كل العصبيه فيه وقال له ليه بتعمل كده؟ مين يتخيل الراجل وقع زي الطيار ومات وبقى المقتول الثالث، ففهم انه اتخدع تاني. قعد يدخن في الحمام بكآبه مش فاهم مين اللي سمم العجوز والطيار. وفجاه الشرطه لقى ان كل الدخان بيخش على العلبه في الحمام، ففتح العلبه لقى فتحه رايحه لغرفه القياده، وبعدها لقى ادوات الجريمه في الزباله. الشرطي استغرب، عرف اخيرا الكابتن مات ازاي، في حد دخل السم من الفتحه دي من الحمام. وفعلا الشرطي لقى السم مع العجوز، وبعد كده عايز يشوف مين دخل الحمام ويعرف القاتل. اللي الشرطي ما تخيلهوش ان البنت دي تبقى صديقته وقالت له انت اكيد اتجننت، مفيش حد بيثق فيك غيري على الطياره. الشرطي برضه حسه انه بيفكر كتير، لان لما الخاطب بعت اول رساله كانت هي نايمه، وعلى طول فهم انه مش هي. الشرطي قال لها انا لقيت تليفون مع العجوز بس في باسورد ومش عارف افتحه. البنت اخدته وجريت تكتب 1 2 3 4 وفعلا فتح. في الوقت ده التليفون كان بيقلد الشرطي وعمال يبعت رسائل للمطار انه بيعترف بجريمته واني حطيت قنبله جوه الطياره، وتقريبا في نفس الوقت
وكمان خبر جريمته بدأت تتزاع على التلفزيون، والركاب كلهم عرفوا انه القاتل. الشرطي ما اهتمش بأي حد وبدأ يدور على القنبلة، وفجأة لقى القنبلة جنب السم، وعلشان ما يوترش الناس خبى الخبر ده. مين يعرف وهو ماشي في اللحظة دي اتضرب من واحد من الركاب لحد ما اتمسك منهم كلهم على انه قاتل، فقال لهم ان الطيارة فيها قنبلة. الركاب هديوا فجأة. الأصلع عرض المساعدة في إمساك الإرهابي، قال لهم دلوقتي مفيش وقت ندور عليه، هنعمل آخر حاجة عندنا إننا نحط القنبلة في آخر الطيارة ونغطيها بالأمتعة ونقلل الدمار اللي هيجي من وراها بقدر الإمكان، ولازم الطيارة تهبط ل 8000 قدم وإلا هيكون في احتمال الهبوط والدمار. بس نائب الكابتن قال له ما ينفعش، قال له في طيارتين حربيتين بتراقب تحركاته، مش عايزين نفس المصيبة تحصل تاني. الشرطي لقى واحد كمان مش بيخاف من المخاطر وصور فيديو للشرطي ونشره، وده خلاه القاتل فعلا. فدخل الشرطي عليه واخد تليفون الولد وبص على الفيديوهات ولقى دليل جديد ان الولد الابيض هو اللي حط التليفون في جيب العجوز وحقنه كمان. الشرطي بص له والولد لقى نفسه اتفضح، مسك الراجل ده كرهينة، ما تخيلش ان اصلا ما فيش طلق في مسدسه، فمسكه الاصلع وضربه. الشرطي قال للاصلع يطلع القنبلة من الشنطة، ما تخيلش القنابل موجودة مع المبرمج لان المبرمج تبع الابيض. المبرمج استغل ان الاصلع مشغول واخد المسدس وقتله، وبسبب ان انتباه الشرطي كان مشتت فاخد منه المسدس، والوضع ما كانش في صالحه خالص. وقال له هو ليه بيخطف الطيارة؟ طلع كان ضابط جيش اصلا واهله ماتوا من الارهابيين وكان مش واثق في بلده خالص، فعايز يعمل كده علشان يخلص. لما لقى الابيض فقد وعيه الشرطي ركز انه ممكن يكون حد تاني مش هو كالعادة، وراح للمبرمج وقال له الابيض مش عايز يعيش وملهاش لازم يكمل. المبرمج مش عايز يموت وعايز يستسلم، فاتضرب من الابيض بالنار والابيض جاي يقتل الشرطي. نائب الطيار وجه الطيارة لتحت وكل الركاب طاروا. استغل الشرطي الفوضى واخد المسدس وقتل الابيض، وفي نفس الوقت القنبلة انفجرت. الطيارة بتقع، نائب الكابتن هدى وساق ومسك عجلة القيادة ونزل بهدوء ونجح في انقاذ كل الارواح اللي معاه. الشرطي كمان ثبتت براءته وبقى بطل في قلوب كل الناس. الفيلم ده احداثه موترة شوية، فيلم 90 دقيقة يريحك، فيلم مليان باحداث غامضة، اللي حبوه ممكن يتفرجوا عليه. شكرا للمتابعة، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.